يا ربي، مجرد ما افتح التصوير تبع الغاز بيجي، يعني هيك بيكون هيك برسبن هيك فجأة، انه ما بيجي من مكان، لا برسبن على باب البيت. رسالة لبياع الغاز اللي ما بيجي غير وقت التصوير. ليه ليه وين الصوت راح؟ الو، غريبة، المايك شغال. الو الو، اوكي ماشي، مش عارف شو بصير. بس هاي جماعة، كيف الحال؟ شو تقول؟ خير، خلصت من تبع الغاز. بس اليوم راح اخليكم تبلش بسلاح جديد، سلاح الاس كي اس. المفروض زمان نشرت عنه، بس يعني صرت اقابل بالفتره الاخيره هيك شوي بزياده بالرانك، وبصراحه من اكثر الاسلحه المستفزه. يعني هو مستفز زي اسلحه الميتا بصراحه. السلاح عباره عن رشاش وسنايبر في نفس الوقت. تخيل معك دي ال بيضرب ضربات سريعه. اجماليا السلاح بيجيب كل من طلقتين، لو جبت في الهيد طلقه واحده. قلت خليني اتاكد من السلاح، هل هو فعال فعليا؟ يعني فعال فعليا، حلو هاي. خليني اتاكد من السلاح بالرانك ودخلت جيم. بالفعل السلاح خرافي بشكل مو طبيعي يعني، وسهل الاستخدام جدا. فكل ما عليكم تركيبات امامكم، جهزوها، خلونا ندخل جيم الرانك ونجرب السلاح مع بعض. شوف، هعطيك المساج وهتديني لايك. اوكي يلا، هاي قربت لك اياها. شطور، يلا تفضل اعمل لايك، ولو مو مشترك اشترك. يعني في نسبة تقريبا 40% من المشتركين في قناتي من اللي بيتابعوا الفيديوهات باستمرار يعني. ف تحبوا تشربوا ايه يا حبايبي؟ تحب تشرب ايه؟ بشوف الفيديو يمكن بتعملش لايك ولا حتى مشترك، يعني مش عارف انت عايز ايه يا ابني. تعالوا على الرانك بعد ما تشتركوا. هيا بينا. اوكي فرح، جود باي. الطرب. اسوأ الناس بالعالم هم اللي بيلعبوا بالقنبلة هاي. قنبلة، اسوأ الناس هم اللي بيلعبوا بالقنبلة هاي المزعجة. حرق. يعني انت شو دخلك؟ يعني شو اللي حشرك انت يا رجل؟ امك محترمة، ما بعرف شو بصير. يلا يا كلب، خد غبي يا كلب. ما يا ربي، كلياتهم بيجوا هيك بغدروك بسحكين، وانت ب 25 بستنى فيك على الباب. يا ربي، رغم كل هذا فانا الاول عليهم. يا رجل انت من وين جيت يا ابن الكلاب؟ يلا يا عبيد. المشكلة انه شكلي بيطلع غبي، يعني بضلنا اطبل السلاح. هو فعلا بيكون كويس، بس انا مش عارف العب مع هاي الاشكال الوسخة. يا الله انك تريحني من هاي الاشكال يا اخي. اوكي انا مش حزين كثير لانه طلع هارد بوينت، بس على الاقل يعني ما بمنيح، يعني فاهمين علي؟ فنشوف، في ناس بيشتموا بعض، واضح انهم يعني هدقوا ببعض بعد الجيم. حرام، انت غبي يا اسطى. نوب يا الله. طيب يا رب يا رب، يلا يا اخي بالراحه يا جدعان، بالراحه يا جدعان. بدك تطلع بدك تطلع. طب هاي خليها شوي ثواني. اوكي هيك تمام تمام تمام. اوكي اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. مشكور على الدمج اللي اعطيته اياه براسه يا وحش. طيب المفروض هسه ايش؟ نروح للي ورا هاي، لو قفلناها من هنا شوي. يا رجل انت وين؟ يلا نيكست، اللي بعده وين راح؟ اوكي بلكي زبط الخطه. اوكي هات في شي خانه تقريبا. يعني اذا الضربات الانقاذيه ما بتنزل علي، هاي بتنزل علي، فسبحان الله.
شوف شوف النوب شوف شوف ما فيش امل ما في امل للاسف ما في امل يا جماعه لا يوجد امل للاس كي اس مقابل اسلحه مثل التاب 25 والاسلحه الحلوه دي سي بي ار ام 13 الصلاة خير من اللهو يا جماعة ونتفى التصوير وأشوفكم على خير المقطع الجاي goodbye